وصلنا للقسم الثاني من حكي ميديا. من جديد مساء الخير آلاء. مساء النور مرة تانية محمد ورواني، سعد أوقاتكم مشاهدينا. بدي ذكر أنه الفقرة تبع حكي ميديا اللي هلأ رح نبلش فيها حاليا هي ببث مباشر على صفحتنا على فيسبوك، ففيكم تحضرونا على فيسبوك أو على التلفزيون. في مواطن سوري كان ماشي بالمظاهرات وشاف قناة LBC عم تبث بث مباشر بفرنسا، فقرر أنه يشارك، وهي المشاركة صوته كتير مشهور، يمكن أغلب السوريين عرفوا عن مين عم بحكي. خلونا نشوف الفيديو. خلينا نسمع أصوات. Vous êtes pareil. Vous êtes casqué, déguisé. Mais vous avez les mêmes peurs que nous. لا نحن كنا عم نسمع قبل شوي أصوات الفرنسيين يلي عم بتتوجه إلى شاب اسمه أنس الأيوبي، صار يعني أحد أبطال السوشيال ميديا. هو يعني واحد من الناشطين كان له مواقف ثانية، وأجا هيك، كيف أجا هيك بثقة وقف قدام الكاميرا وبكل هيك وسلاسة. خلونا نقرأ التعليقات اللي كلها يعني كانت عم زقف له. جاسم عم يقول، ورح تسمعي أصوات الأحرار السوريين كمان، عشت يا حر، قصده لأنس. كمان ناخد تعليق تاني. فواز عم يقول أحلى دخول مفاجئ على المظاهرة بالفيس. ونشوف كمان تعليق ثالث. وائل عم يقول الله محيي البطن يلي حملك يا أنوس. كمان بنشوف شو معنى تعليقات. هيثم عم يقول الله يعزك والله عدت أكثر من مرة عادة. كان عامله قبل هلا؟ رح نحكي هلا مع أنس، رح يكون معنا أنس من فرنسا عبر سكايب، الناشط أنس الأيوبي. مرحبا أنس. ميت مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. أنس، يعني بيوم واحد تحولت لبطل مشهور عند السوريين على السوشيال ميديا، كيف؟ هلا هي الفكرة يمكن تراكمية من قبل. الموضوع انه انا لا فكرت ولا فكر، وهذا الشيء سابق يعني صار قبل هالمره انه تسميت بهي التسميه. من تقريبا من شيء سنتين طلعت على السفاره السوريه ونزلت العلم من علم النظام وحطيت علم الثوره بداله. أناس، بس ملاحظة، بس تخليك شوي لورا من الكاميرا السكايب لحتى نقدر نشوفك بشكل أوضح. هيك أحسن؟ تمام. بس كأنه يعني هاي المرة مثل ما عم تقول أنس شيء تراكمي، بس هاي المرة صار في شيء يعني مفاجئ. يعني من الصبح وين ما عم نفوت على كل الصفحات الفيديو تبعك. مزبوط. هلا كل العالم وكل السوريين متعودين انه يشوفوا مثلا انه السوري بمظاهرات سوريا، الفلسطيني مظاهرات فلسطين، المصري بمظاهرات مصر، او المظاهرات هيك. مو متعودين يشوفوا انه سوري بقلب شيء حدث بخص الشعب الفرنسي او الحكومه الفرنسيه متواجد، بغض النظر انه انا ما بتدخل بالشعب ولا بالحكومه، هن احرار ببلدهم بيتظاهروا او شيء، بس انا كنت متواجد عشان بس انقل الحدث شو عم يصير وبس، بدون ما اكون ولا مع اي قناه ولا مع اي اعلام، يعني شيء عفوي مني. يعني انت ما كنت مقرر انك تشتم حافظ وبشار الاسد، انت كنت بالصدفه بهذا المكان، بالصدفه شفت الـ LBC، صحيح؟ هلا على القرارات، بالنسبه للقرارات، انا اذا اي حدا بشوف عالم بالجامعه بالمطعم باي مكان بشتم حافظ الاسد لحتى اتعرف على شخصيتهم لهدول العالم. هدول العالم اذا عبسوا فيني وتضايقوا معناتها مؤيدين وهيك وهيك وهيك. هلا انا يوم كنت ماشي، انا كنت رايح بس لصور، شفت قناه LBC لفت نظري، قناه LBC، جيت قربت عليهم قبل بشي ساعه، تمام، وسبيت حسن نصر الشيطان، قلت لعنة الله حسن نصر الشيطان وعلى عباس النوري وعم تقطع صلاح الدين الايوبي، وين عم روح حافظ؟ قاموا هربوا مني وراحوا. بعد ساعة وربع تقريبا، ساعة و10 دقائق، لقيتهم عم يعملوا رد بس، وطلع لاجل الحظ هذا البث لايف، وصار هذا التصوير وما قدروا يقطشوه.
طيب وشو صار بعدين؟ هلا يعني نحن شفنا بعد ما شفنا المذيعة عم تحاول انه يعني ترقع من وراك عم تقول احنا كنا عم نسمع اصوات الفرنسيين مثل عم توجه العالم انه لا تسمعوا انس لا تسمعوا شو عم يقول انس، فصار عندنا فضول نعرف شو اللي صار بعدين. تمام انستي اللي صار بعدين هن مشوا وسكروا وبعدين دار وشي، هلا في كاميرا وفي مذيعة وفي واحد معاهم ماشي مثل بادي جارد. تمام تمام هن الثلاثة من اخوتنا اللبنانيين، اللبنانيين اخوتنا طبعا طبعا مشي وسكروا وانا ظليت ماشي لناحهم. هن قالوا لي عفوا ليش انت هيك عم تحكي؟ قلت لهم عم عبر عن رايي ببلد الحرية وعم سب يلي قتل الشعب السوري، فانتوا لازم تنقلوا هذا الشيء، انتوا جايين على مظاهرات تنقلوا كل شيء بالمظاهرات، مو تنقلوا اللي بدكم اياه وتقبضوا عليه مصاري، تنقلوا كل شيء. قال لا عفوا اذا بتريد انت دخلك وما دخلك. قلت له والله انتوا دكتاتوريين مثلكم مثل بعض القنوات اللي تنقل بس اللي بدها اياها ومثل هالانظمه. قام اجوا عالم فرنسيين سمعوا كلمه دكتاتوريين قالوا لي شو هدول؟ هدول دكتاتوريين ليش؟ قالوا لي مين انتم وشو انتم؟ وقلعوهم. متنان حييك انس، شكرا لك، شكرا لشجاعتك، شكرا لانك كنت معنا كمان اليوم. انس الايوبي كنت معنا من فرنسا عبر سكايب، شكرا لك. تسلمي كثير، شكرا لكم. شكرا لك، شكرا. شكرا. بدي ودعكم روان ومحمد وكمان مشاهدينا، اتمنى لكم ليله سعيده وعلى امل دائما يكون عندنا فيديوهات تفرفح. وعفوي على سجيته انس هيك باللي بقلبه على لسانه. ظريف ومهضوم. رح نرجع نلتقى بكره مشاهدينا، ضلوا بالف خير. بنوجه له تحيه طبعا لانس باسمنا انا ومحمد، وعن جد بنحييه على هي الجرأه والعفويه اللي طلعت منه، كان على فكره لقاء ظريف جدا. مكملين معكم مشاهدينا بعد الفاصل.